خلي انتباهك معايا. تمام، الآن حنروح على الداتا سيتس المختارة، نبدأ فيهم واحدة واحدة بشكل سريع. نبدأ بالهارت ديزيز. تمام، الهارت ديزيز يعني انت ممكن تستكشف البيانات وانت هنا، تمام، او ممكن انه انت تعمل نوت بوك مباشره وتبدا تشتغل هنا. خليني اعمل نوت بوك مباشره واكتب، يعني تعود دائما انه انت تعيد تسميه هارت على ما اعتقد heart disease classification. اوكي، تخليها public عشان انه انت ترفع عدد الكيرنلز اللي موجوده في البروفايل تبعك. باخذ نسخه من السي اس في وبروح بعمل الكود ستاندرد. بتحط انت عندك وصفات وبتصير انه انت تنسخ منها بشكل مباشر. دي بي بي او دي اف تساوي بي دي دوت ريد CS، وبدي له المسار تبع البيانات واشوف دي اف. تمام، هاي البيانات انت عندك، واضح انه هي 303 روز في 14 كولومز، مش كتير الداتا سيت هاي. نستكشف الكولومز هذه. انت في عندك مجموعه من الاتريبيوتس، تمام، بتقرأ عنها بشكل كويس. هي الاتريبيوتس هذه هنا مشروحة، هي في الديسكريبشن اللي هنا. الايج 6، تشيست بين سي بي 4 فاليوز، فهو حاطط لك اياها كمستويات، حاطط لك اياها كمستويات. هذا مرجح كبير انه هو يكون اوردينال. ريستنج بلاد بريشر، البلد بريشر لما انت تكون انه ريلاكست، تمام، الى اخره. انت في عندك هنا انه الثال، هذا الدياجنوسيس. انت في عندك نورمال، فيكس، ديفكت، ريفرسابل ديفكت، وفي انت عندك التارجت انه في عنده الهارت ديزيز او لا. تمام، الان انت شوف لي الكولومز هذول، هي التارجت هذا، فبالتالي شوف التايب تبعه، فبتقول tf.target.unique. قديش القيم اللي موجوده فيه؟ 0 و 1، فبالتالي هذه كاتيجوريكال. شوف الفاليو كاونت تبعتها، في انا عندي 165 بوزيتيف، 138 نيجاتيف. تمام، الان انت بدك تحضر الاكس والواي. الاكس والواي انت ممكن تكون محضر وصفات جاهزه وبتصير تستخدمها مع كل داتا سيت انت عندك. هاي هذه طبعا، هذه انا جبتها يعني هنا للترين تيست سبليت، مجرد انه انت ما تروح على السايكت ليرن دوكيومنتيشن بتروح على ترين تيست سبليت. تمام، وارجي لك انه انت كيف تستخدمها. هي ترين تيست، تعمل import. تمام، وبتقول انه train x او x train x test y train y test، وبتعمل split على هذا الاساس. اوكي، تمام، فانا الان ممكن استخدم هذا الكلام بهذا الشكل وبس اعدل تعديل. تمام، طبعا هنا بدك تحدد الكولوم تبعك target، وهنا لاحظ انه انت بدل ما انت تحدد الفيتشرز اسماء الاتريبيوتس وتستخدمها، خلص انت في الاكس بتروح بتعمل دروب وبتخزنه في داتا فريم جديد. هاي الامبورت للتست ترين تيست سبليت، وهي انت عندك صارت التقسيمه بهذا الشكل. تمام، طيب بعد هيك، بعد ما صارت البيانات جاهزه عندك، الان بدك تحدد الباراميتر تبعك. الباراميتر تبعي انه انا على سبيل المثال بدي استخدم الجوريثم كينان، فبروح هنا بدور على في الكلاسيفيكيشن
هنا nearest neighbors. nearest neighbor classification. فبحكي لي إنه في عندك class classifier هيو اسمه k neighbors classifier. إيش بياخد؟ The number of neighbors by default. والديفولت عفوا أنا عندي 5. فهذا إحنا ممكن نستخدمه أيوه from. بعرف الموديل أنا عندي تبعي بهذا الشكل. فبالتالي أنا عندي بدي أستخدم النيرست نيبور كلاسيفاير. النيرست نيبور كلاسيفاير على هذا الأساس أنا بدي أعدل الرينج. البارامترز اللي أنا بدي أعدله هو بدي أبدأ من 3 وبدي لغاية 10. 10 excluded يعني لغاية 9 حيكون، والستيب قديش؟ 2 يعني 3 5. فبشوف 3 5 7 9 هي الرينجز اللي بدي اجربها. الان ببدا بعرف الموديل. الموديل تبعي انا في عندي هنا مجموعه من الامبورتس للشغلات اللي انا بستخدمها، تمام؟ خليني انسخ هذا الكود. هاي الكينيرس نيبور كلاسيفاير. في الجورثم ثاني هستخدم الراندوم فورست. فالكود نفسه بتستخدمه وبتغير هنا، بدل ما هو راندوم فورست، بدل ما هو كينيرس نيبور تستخدم الراندوم فورست كلاسيفاير بهذا الشكل، تمام؟ احنا بدنا نستخدم الكينيرس نيبور. ايش اسم البارامتر؟ الان نيبورز بتساوي الان. فبالتالي فور ان ان رينج، تمام؟ تعرض لي البارامتر هذا، بعمل فيت، بعمل بريدكت، بحسب الاكيورسي وبطبع الكلاسيفيكيشن ريبورت. لاحظ انه انا عندي هنا في الماتريكس انه انا عامل امبورت للكلاسيفيكيشن ريبورت والاكيورسي، تمام؟ في شغله كمان، انه انا عندي النتائج كلها خزنتها في الديكشنري. ليش؟ لانه انا بديش اضلني اطلع واشوف انه ايش اعلى نتيجه وايش اقل نتيجه، تمام؟ فهنا بتصير في عندي ادراج البارامتر وقيمه الايرور او الاكيورسي تبعي اللي انا بدي اياه، تمام؟ فحتلاحظ لما تعمل ران، لما كان البارامتر 3 هي السكور اللي موجوده انا عندي، تمام؟ لما كان 5 هي السكور اللي كان موجود عندي، ولما كان 7 59 وهنا 66. افضل شيء قديش؟ 52. لا هذا accuracy مش error، تمام؟ فالان انت بتدور كيف، بس مجرد انه انت بتعمل بايثون plot dictionary اول نتيجة عندك بتروح just تاخد الكود زي هيك، تمام؟ واللي هو انا حطيته انا عندي في الوصفة انه انا بدي اعمل plot. انا عندي بهذا الشكل، بس بدي اعمل رينيم البي البارامتر والاي هي الاكيورسي. فبالتالي هنا بي اي والبي، نعكس ايه، تمام؟ لاحظ انه الفروقات انا عندي في البلوت هنا مش كتيرة، كلها حوالين 66 كاكيوريسي. الاكيوريسي هي 66، هنا 66 66 66، كلها نفس الاكيوريسي، كلها نفس الاكيورسي. بس ايش اللي بيختلف معايا انا؟ بيختلف معايا الاف سكور. هنا مره 59 70، هنا 79 60 59 70 59 70. هنا اختلف 63 68. كيف؟ طب بدي اطلع على الاف سكور كمان. فعشان هيك انا بدي اعدل
الكود تبعي تمام، واحط في النتائج بدل الاكيورسي هنا بدي احط واحده ثانيه اسمها، هنا بدي احطها في الامبورت اللي هي اف 1 سكور. فبالتالي اف 1 سكور، مش احنا حكينا بالكلاسيفيكيشن متريك انا في عندي الاكيورسي وفي عندي السنسيتيفيتي وفي عندي السبيسيفيتي؟ بالضبط، هي تنتين في واحد، فبتطلع لها لانه انا هي افضل شيء بالنسبه للتنتين، فباخذ الافرج تبعها تمام، فباخذ البيست افرج سكور. فبستخدمه هنا وهنا بحط اف 1 وبدل هنا اف 1، فبعيد بشغل ثاني وهنا بطبع النتائج، هنا اختلفت انا عندي السكورز، فهنا بعمل بلوت انه وين انا افضل. انا عندي 3 مش كتير تمام، 5 او 7 او 9، فبالتالي باخذ اقل نيبر اللي هو الخمسة. فعشان هيك بروح بعمل الفاينل موديل بتساوي نفس هذا الكلام بالضبط، بعطيها هنا 5 بهذا الشكل، وبروح بستخدمه انا عندي في، يعني بعمله فيت على الفول داتا، فبالتالي فاينل موديل دوت فيت الاكس كابيتال والواي سمول تمام. فهيك صار الموديل النهائي انا جاهز عندي، واستخدمت انا عندي الجوريثم وعملت تونينج لبارامتر واحد. ممكن اجرب عدة الجوريثم واحطهم في لستة موديل 1 2 3 بلف عليهم بنفس اللون. نجرب داتا ست ثانية على سبيل المثال تبعت الموبايل. الموبايل انا عندي عشان ملفين منفصلين بدي انا استخدمها، معنى وقت حعمل لك الزو برضو، حعمل هذا الموديل بشكل سريع. انا عندي هنا اوكي، ف بروح بعمل نوت بوك جديد عليها. شو بضيفها عندي على الفيفوريتس، لانه بعمل فوت عليها بتنضاف انا عندي على الفيفوريت. بعمل رينيم ل موبايل برايس رينج كلاسيفيكيشن تمام، وهنا انا عندي منفصله لترين والتست، باخذ نسخه من الترين بشغل هاي بالاول تمام. ممكن في الكود انا عندي هنا بحط في الوصفه تبعتي اللي انا حرجع لها باستمرار انه df بتساوي bd.read csv وهنا فايل، والفايل بدي اخذ just copy here and paste وهنا df، هنا برضه بنحط df. فانا عندي هنا الباتري باور قديش بالملي سكند، ايش اللون، الكلوك سبيد الى اخره تمام. وفي انا عندي هنا في الاخر البرايس رينج، هنا واي فاي انه 0 1 انه بدعم الواي فاي ولا لا. ف على السريع بروح باخذ df dot price range dot unique. هذا كلام برضو ممكن احطه هنا في الوصفه لانه انا حرجع له باستمرار، احطه كولوم. وفي نفس هذا الكلام فاليو كاونتس، الفاليو كاونتس حتى لو كانت نيوميريك بروح بعد لك اياها، بروح بعد لك كم بيت سعره 131,075 و571 مثلا تمام.
فهنا انا عندي بس مجرد ان انا بغير الكولوم تبعي بهذا الشكل، ممكن انا اعمل التارجت تبعي بهذا الشكل، بحيث انه انا ما ضلنيش ان انا اعدل في الكود تبعي. فبروح بحط انا عندي تارجت كولوم بتساوي الاسم تبعه زي هيك، تمام؟ فبالتالي بروح بستخدم هذا بدون سترينج بهذا الشكل، فهيك انا برتاح من كل هذا التغييرات، تمام؟ وهنا حكينا انه انا عندي A، لا البراميتر اول وبعديها الاكيوريسي، وهنا البي والاي، تمام؟ ف اسمه برايس رينج، فهذا الكلام وهنا الـ value count. اوكي، فانا عندي ثلاث فئات من الاسعار او اربع فئات من الاسعار عفوا، تمام؟ وهي تقريبا الداتا سيت 2000 على ما اعتقد 2000، فبالتالي مقسمه فئات الاسعار 500 500 500 500 evenly distributed. فبالتالي هذه classification problem مش regression، مش real value numbers هذه، أو إنه classification، تمام؟ بعديها بروح بعدما أنا عندي data set إنه ممتازة، بدي أستخدم random forest. limited number of values النومينال ايش تعريفه؟ انه limited number of values، فبالتالي محدوده عددها 4، تمام؟ ما دام حنستخدم random forest فبالتالي ماشي 100 200 300 400 600 لغايه ال 600 ماشي، ممكن احط لك لغايه ال 1001 لانه انا بدي ال 1000 تكون included، تمام؟ وهنا just انه باخذ هذا الكلام وبدي استخدم هنا random forest هيو مستخدم، واحنا عدلنا الكود بس ما نسخناش تاني، فبدنا نضيف هنا غير ال accuracy score بدي اضيف ال F1 score، تمام؟ هذه بدنا نضيفها انا عندي في الوصفة لانه كتير مفيدة، بدي اطلع لها. تمام، هنا اوكي احنا ما عملناش سبليت، هذه ما طبقناهاش، اوكي. فقبل هنا زي ما هي، ليش؟ لانه التارجت كولوم احنا ما عارفينه فوق هنا، اوكي.
هذه الاكيورسي دائما بتنفع للباينري كلاسز، فبالتالي ممكن جاست كومنت لها و اوكي في ما دام مالتيبل كلاسز بدي امرر باراميتر ثاني اسمه انه احدد انه كيف بدي اعمل ويتنج بالنسبه لهم، مايكرو ولا ماكرو ولا ويتد. بعتقد انه هو الافضل انه احنا نستخدم الماكرو للويت بين الكلاسز. بتمرر هنا تمام average of one score كيف؟ لا هاي الباراميتر هنا، بس طول بالك علي شوية. اسمه average بتساوي هو محطوط by default binary تمام. هنا micro calculate metrics globally by counting total true positive false negative and false positive. ماكرو كالكوليت فور ايتش ليبل، لا احنا بدنا جلوبالي، فبنختار انه الافرج بتساوي بتساوي مايكرو للتنتين. الاكيورسي سكور مظبوط كلامك. هيك بحسب النتائج، بحسب. فانا النتيجه انا عندي الاف اف 1 سكور، خزنتها كل باراميتر والاف سكور المقابل له. اعتقد هيك خلص. ممكن نشوف results كديكشنري جاهزة تمام. البلوت للديكشنري just انه هيك بالنظر انا بدي اكيرسي خلاص عند المنطقة هاي احسن فاليو 400. بروح ببني الفاينل موديل، لانه انا عندي داتا سيت منفصلة لسه بدي اعمل بريدكشن عليها. فاينل موديل بتساوي ماشي، بس هنا عملت هايبر باراميتر تونينج للنمبر اوف استيميتور، فلازم يكون في عندي انا ماخذ جزء من الترين تيست، عفوا ماخذ جزء من التريننج داتا ماخذها للفاليديشن. طبعا استخدمت اللي هو استخدمت 95 وطلع 189 عندي ال 400، انا عندي طلع 85 شيء على 95 نمبر اوف استيميتور 95. ماشي اوكي دونت وري، يعني يا بدنا نعمل بدنا نبدا من 50 والستيب 100 حيصير لا بدنا نخلي 50.
50 وهنا الستيب 50. انت بدك انه سي هاي أفضل نتيجة عند 886. انا عندي الترين، انا هذا فاليديشن على مش على التست داتا، هذه على الفاليديشن داتا. على الوايت تمام مظبوط، لسه ما جربتش على لسه في الباور الوايت. ماشي، ما انا بدي اجرب الان على على الواي، على 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 التست داتا، فبدي اعمل فاينل موديل. لانه الراندوم ستيت، لانه اصلا الراندوم فورست انه كل مره بتعمل انشلايزيشن للداتا سيت وبتاخذ سامبل لكل تري مختلفه. مش الراندوم فورست هي عباره عن مجموعه من الراندوم، عباره عن مجموعه يعني من الديسيجن تريز، كل ديسيجن تري بروح بديها سامبل مختلفه، فبالتالي انه نورمال انه تطلع كل مره مختلفه. فا اوكي بدي اثبتها على ال 800. اوكي، وهنا بدي اروح ابني موديل على دوت فيت اكس واي على الفول داتا. تمام، بعديها بدنا نرجع هنا وارجع اذكرك انه انا عندي التست داتا هنا منفصله. تمام، وهنا تيست دي اف بتساوي بي دي تمام، البرايس رينج موجود فيه في الكومبيتيشنز، هذا العمود ما بيكونش موجود تارجت في الكومبيتيشنز، في الكومبيتيشنز هذا العمود ما بيكون موجود. لا هي موجود، هي قرات التست تمام، هي البرايس ايش تمام. شايف امامك مش هذا التست ولا مش هذا التست، وهذا ايش؟ انت بتكون مخلبط، يعني في خربطه بين التست. لا التست لما انت عملت سبليت اصلا والتسميه هذه، يعني هنا لما هذا بدي اسميه، هذا سميته تست دي اف مش تست اكس. ما هو اكس تيست احنا لما عملنا ترين تيست سبليت هيو في الخطوه هذه، انت اوريدي مستخدم التسميه هذه. اه سمي فاليد اكس فاليد واي فاليد بعد هذا الفاليديشن تيست عشان اخذها من الداتا الوطنيه. بيكون في خلل ما في تسميه المتغيرات فقط لا اكثر ولا اقل. طيب الان بدنا نيجي نعمل بريدكشنز. بريدز بتساوي أو تيست بريدز بتساوي الموديل أو الفاينل دوت بريدكت
وبدنا نديله التست فريم او تست دي اف، وبدي اعمل جواته دروب ل للتارجت ايش اسمه البرايس رينج، عفوا ان بليس. تمام. وبعديها ممكن ناخذ من هنا الكلاسيفيكيشن ريبورت نشوف كيف اموره، وبديله هنا الواي ترو هي عباره عن التست دي اف اوف هذا الكلام، وهنا التست بريدكشنز. كيف؟ طب ما هي هاي هذه بدي احطها في ستيب مختلف، كيف هتظبط؟ شو الاختلاف؟ شو بدي خليها تختلف؟ مظبوط. هو مش موجود. طبعا انا مش عندي موجود. بيكون زي قصتي بالضبط. لا، اذا حطيت ان بليس بتساوي ترو. لا. يا سيدي العزيز. مظبوط؟ قناعت؟ طيب. حكيت معنى ذلك انه هذا الكلام ما فيهوش له داعي على الاطلاق، وهنا ما بنقدرش نعمل ايفالويشن، وهيك انت بتكون انه انت بالضبط. لا لا، هي بتكون انه اصلا ككومبيتيشن. طب على هيك احنا لازم نديله لازم نديله كل الملف تبعنا، مش لازم نعمل سبيت. ثواني بس. تست دي اف، وقول لي انه هنا عدد الاعمده مش متجانس. حقيت انا عندي هنا اكس دوت شيب 20 عمود، وهنا تيست دي اف شيب 21. وين الزيادة؟ بعدين مش طلعنا من القصة هذه احنا؟
طيب بدك تطلع الفرق، بتروح تستخدم ايوه. يبقى هذا ست ال اي دي اوكي. فهنا نقول له اندكس ساوي اي دي، لا لا سمول. وهنا nothing، خلاص هيك خلصنا الموبايل classification. الا ما يطلع معك الا ما انه انت يعني يكون في عندك عمود زياده. اللايف ديباجنج هذه شغله كثير مهمه بالنسبه لك. حكيت؟ اصلا ما فيش ما هو يعني شغله زي هيك انه انت ممكن انه هي شغله بسيطه بس بتاخذ معك وقت، بس لقدام شويه بتصير انه يعني اول ما قرات الايرور بيقول لك انه الدايمنشنات مختلفه، خلاص بتطلع الديفرنس بيناتها على طول، بتعرف ايش الاشكاليه. بعدين هذه غير الاخطاء اللي ممكن نقع فيها بسبب انه اسم متغير. يعني انا قرات التست دي اف بس لما عرضته عملت دي اف بس، هذه غلطه مش شو اسمه يعني. اوكي مين ايش نجرب كمان؟ بدكم الزو ولا المشروم؟ الجندر طيب المشروم فيها مشاكل؟ مين المشروم كمان؟ ما زبطش. طيب حقيت بدنا نحاول سريعا نعملهم هذول الثلاثة قدر الإمكان يعني. الوصفة جاهزة. ليش؟ طيب نبدأ من الأول. اوكي انا عندي الاندكس كولوم هيو معرف انيمال نيم هير فيذرز ايجز تمام، وفي الاخير انت في عندك الكلاس تايب تمام. طيب هو يفترض انه احنا بناء على كيف؟ نعم انت لو قرات على الداتا سيت نعم. طبعا هذا الكلام على اساس ايش؟ انه هنا في عنده شعر ولا ما عنده شعر، في عنده ريش ولا لا، ببيض ولا لا، بيعطي حليب ولا لا، في عنده هيكل عظمي
هل هو مفترس؟ هل في عنده أنياب؟ تمام؟ بالضبط، كله باينري. نعم. اوكي، وانا عندي داتا ست صغيره. طيب هجيت هنا، اللي انا لاحظته اول شغله يعني خطرت في بالي، انت عندك هنا الانيمال نيم، هل من اسم الحيوان له علاقه ب يعني كماشين ليرنينج، عشان انا اخلي الماشين ان هي تتعلم، هل من اسم الحيوان تقدر تعرف التايب تبعه؟ لا، يفترض من المواصفات، انه عنده شعر ما عندوش شعر، بيض بيضش، عنده أنياب ما عندوش، فبالتالي هدول أنا بدي أستكشفهم. فهنا بحكي df. اسم الفيتشر هذا اللي هو animal name. unique كار، شوف اللينث تبعهم، مية، يعني كل سجل واحد. فبالتالي هدول حيوانات مختلفة وبتعيق تعليم الماشين، فبدي أعمل دروب لهذا الكل. تقريبا كلهم واحد، ما عدا مثلا الضفدع تنتين، بس في عندك تو ريكوردز. اوكي، فبالتالي نعمل دروب لهذا الكولوم، فبنقول انه واي اسم حيوانات مش نفس واحد هاي كان حي. الا ما يجي لك يوم تقع في شر اعمالك، يعني نهايتك سودة انت. اوكي، طيب نيجي نشوف للتارجت تبعنا، نحدده. احنا اتفقنا انه التارجت تبعنا هو اسمه كلاس تايب. وهدول يفترض نفصلهم على تنتين، سبعة، سبعة، والفاليو كاونت هيك في باتر، يعني ممكن يتعلم من التايب. طيب نفصل البيانات والاسلوب، انا بدي استخدم نيرس نيبور، بدي اشوف الشغلات اللي بتشبه بعض ونصنفها، اللي عنده الريكورد اللي عنده شعر وعنده انياب وعنده كذا، فبالتالي في الغالب بيكون نفس النوع. فالباراميتر تبعي انا عندي عباره عن، بنبدا من 3 لغايه 10 و الستيب 2، تمام؟ ممكن إذا بدك ممكن نخليها لغاية، نخلي إحنا عاش معاها. أوكي، وهنا ممكن نستخدم نيرس نيبورز، لأنه أنا بستخدمه هذا لأنه هو في حد ذاته في له باراميتر أسهل عليا. أنت في عندك خيار ممكن يكون إنه أنت تعرف عدة ألغوريثمز مختلفة، نايف بيز، ديسيجن تري، كذا كذا كذا، وتمر عليهم في لوب، لكن هذا أسرع هنا ككود. اكسترين، الستيب تبع السبليت احنا شغلناها ولا لا؟ ما شغلتهاش، ليش؟ لانه في شيء نمبر هنا. ف في هذا الاتريبيوت،
فهنا df dot هذا الاتريبيوت dot وبنجيب ال d type كلهم object ما اوكي احنا ما عملناش drop بالمناسبة. الدروب وين ممكن نعمله هنا التارجت كولوم بالإضافة ل الانيمال نيم. هذه شغلة. الشغلة الثانية انه الاتريبيوت هذا اللي بحكي عنه هذا ولا ايش اسمه، هو حكى في مشكلة اوكي بس بدنا نعيد. انا في عندي مالتيبل كلاسز بدي احط هنا الافريج وين بنحطها؟ الاف 1 مايكرو. يعني انا عندي مالتيبل كلاسز مش تو كلاسز. هذه ممكن ان احنا نحطها وتلزم زي هيك و تمام. نشوف البلوت تبع الريزلت. عندك عندي الخمسة وعند التسعة والأحداش، يعني تقريبا انه النسبة كانت ايش هو 90 92، ومتقاربات كتير يعني تبكل زي بعض. اوكي فبالتالي نختار الاقل، ليش؟ عشان نقلل الكومبلكسيتي. تمام، هيك بيكون خلصنا الزو. نروح